ايرون مان في كل مكان، انا هو ايرون مان، وحاليا انا متواجد في جزيرتي. مش انا لوحدي، جزيرة عائلة ايرون مان انا وزوجتي. واو، اهلا اهلا يا ايرون مان، اقوى رجل بالعالم. انت هو الرجل الحديدي اللي بتنقذ كل هذا العالم. طبعا طبعا انا بنقذ هذا العالم بالكامل، انا هو الرجل الحديدي ايرون مان. قبل ما نفرج يوم الصور الاسطورية لعائلتنا، لازم الجميع يسوي السبسكرايب، يشترك في هاي القناة. نعم الكل يشترك، لأنه إحنا عائلة آيرون مان، بنساعد الجميع والكل بحبنا، ولازم اللي بحبنا يشترك في قناتنا. أنا كمان رح أهدي الجميع من هذا الكيك. أوه يومي يومي، والله هذا الكيك لذيذ جدا جدا. ترررا، شوفوا هذه هي عائلتنا، هذا هو أنا، وهذه هي زوجتي، وهذا هو أخوي. احنا دائما بنحارب مع بعض، واليوم احنا كمان رح نحارب. انت المهم القادمة لك وين؟ اوه انا بصراحة بعيدة بعيدة، لانه انا لبست اجنحة الطيران وبدي اطير. المكان رح يكون في جزر بعيدة جدا جدا عن هذا المكان. اوه الان اذا بدك انت مساعدة، انت لازم تتصل فيي ولازم تتواصل معي. بالتأكيد انا رح اشغل هذا الاشي جوا الآلة، انه اذا احتجت المساعدة على طول اتصل عليك علشان انت تجيني. يلا انا الان بدي اطير، وبا مع السلامة. الى اللقاء يا ايرون جيرل زوجة الاسطورية، وانا كمان بدي اروح وبدي اخذ البلوكات اللي موجودة في هذا الصندوق، واوصل طريق من جزيرة ايرون مان هاي الى الجزر الاخرى. اذا كان فيها اشرار بدمرهم، بقتلهم، بمزقهم، واذا كان فيهم طيبين راح اساعدهم واصاحبهم. ويلا متليك. يلا يلا يا زوجتي، خلينا لا نحن نضلنا نلعب في هذول الجماجم. يلا يلا، ما بلعب يعني، انا تحت الارض بدي افاجئ اي حدا بيجي لعنا. اوه نعم نعم، رائع جدا، فاجئ فاجئ كل احد بيجي لعنا. استنى شوي، انا شكل لمحت انه في حد وصل لنا طريق. شو لا وصل لنا طريق؟ انت عيونك كبار كتير كتير، بس ما بفيدوا، لانه انت ما بتعرف تشوف كويس. ما في اي حدا موصل طريق، ايه فيش حدا هون. ايه بقول لك اطلع كويس، ايش مالك يا ام امو؟ زوجتي مو مشوفي. اه خلص طيب بدي اطلع زي هيك. اه والله في طريق، بس وينه هذا لجل عندنا؟ شو 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 شوفي، هيا هيا. نعم هذا هو انا ايرون مان، جيت عشان ابيد اي واحد شرير. يا اما ايرون مان هذا مصنوع من الحديد مش من اللحمة، ما بنقتل بسهولة. هذا بتدريل مش سكين. يا حبيبي اه والله انا بدمر كل واحد شرير، لكن بصراحة معدتي الحديدية بدها الكثير والكثير من الطعام الحديدي. ما في اي اشي في جزيرة حديد الا ذولا الدمبلز الاثقال الحديدية، انا ما رح اكلهم عشان اقوي واتدرب دائما عشان عضلاتي. اوه خلاص طيب، انا بصراحة ما بقدر اقاتل واحد مصنوع من الحديد، حتى السكينة تبعتي راح تنكسر. بدي ارميها من هون، وانا بحكي لازم انا ومام الزوج نصير طيبين، لان اذا احنا اشرار هذا راح يكسرنا تكسير، هذا بمسكنا وبطيرنا من الجزيرة من فوق. صحيح كلامك، هذا ايرون، ايرون مان، هذا مش مزحة، هذا من ابطال المار، من ابطال الخارقين القويين جدا، لازم احنا ندير بالنا منه. خلاص انا بعرف كيف ندير بالنا، انا مني علي راح اصير طيبة، وراح ارد على كل كلمة بحكيها السيد ايرون مان، لانه اذا هو زعل منا راح يكسرنا، وانا ايدي ما بتقدر تضرب الحديد. اوه جميل جدا جدا، ما بتقدر تضرب الحديد، وهيك مومو
تقدروا تحكوا انها صارت طيبة، لا سكاكين حديدية ولا سكاكين خشبية. اي لازم نشيل كل الهياكل العظمية اللي موجودة هون، انا خلاص تبت بدي اصير طيب. حتى انا كمان خلاص ولا يهمك، انا لما ارجع الجزيرة راح انظفها تنظيف، راح اخلي هذا المكان ولمع، وراح ارجع ازرع هون بدل هذه الشغلات المرعبة، راح ارجع ازرع ورد وزهور. واو ايوه مثل هيك يا مومو، انت لازم تكون طيبة من زمان. مومو الطيبة هذا اشي اسطوري ورائع، وعائلة مومو بالكامل. هيدا انا راح ابقى هون وراح احاول ان ارتب هذه الجزيرة، وانا ومومو راح ننطلق من هذا المكان ندور على طعام وندرب بعض على الخير. واو ايوه دربني، علشان انا بدي اصير طيب لاني مش متعلم كويس. مين انت اقتلك؟ اهلا وسهلا بكم. حديد حديد حديد، تفضلوا، فقط الذين ياكلون الحديد هم الذين ياتون الى هذه الجزيره. ينزلني من ايديك حديد. لحظه، حديد يعني ايرون، وصديقي هذا اسمه ايرون مان، معناته الجزيره لإلك. نعم خم نعم نعم نعم. طلعي باكل الحديد، انا معدتي الحديديه باكل اباريق الشاي، كراس حديد، ايرون، وكمان ابواب واشياء جميله. شو هذا؟ انت طعامك مصنوع من الحديد؟ تاكل حديد، كرسي، بتاكل خزنه، بتاكل هذه اباريق الشاي، والله اشي مش طبيعي. طبيعي انت. طبعا، والان انا راح اثبت لك هذا الكلام. طلعي شايفه انا اكلت كل هذه السفره الطاوله الطويله. هذا كذب، هذا شكله الحديد مصنوع من ايش؟ مصنوع الحديد من الكيك. خلينا نجرب. جربي جربي وشوفي. اخفني فيني الكفار. شايفة انه هذا حديد بكسر الاسنان، انا اسنان حديدية. اخ فيني كفر، خلينا نرجع من الحديد. اوه انا رجعت، والله انا ما بقدر اكل حديد. بس انت طبعا انا تعلمي مثل هيك. هاي كمان هاي قوية كثير. ايه ما ايش مالك يا مومو؟ كل هاي البوابة الكبيرة، بدي اشوف اذا انت بتقدر ولا ما بتقدر. اختفت. هذا ايرون مان يا مومو، من زباين هاي الجزيرة، دائما بيجي وبياكل كل ايش موجود هون في هذا المكان. هذا ملك الايرون، بسموه ملك الحديد. واو طيب هي انت تقدر الان تنزل لي على هاي الطاولات طعام لإلي؟ انا بحب اللحمة وبحب القلوب. لا بتحب القلوب، انا ما لي دخل، انا ما بتعامل في هذه الشغلات. هيني انا بعدت عنك كثير، خلص بعد عندي، انا ما بتعامل في هذه الشغلات. شو اللي بتحكوا؟ انا حزين كثير كثير لانه ما في اشي اكله. لا في ولا لحمة ولا في قلوب ولا حتى في اي اشي بتاكل، كله بكسر الاسنان. خلاص لا تحزني، احنا مندور مع بعض واكيد رح نلاقي الاشي اللي رح يرضيك يا مومو. انت بتحب القلوب بس مش البشرية، صحيح؟ خلاص خلاص مش البشرية، لانه انا كنت شريرة، كنت احب البشرية، بس الان باكل اي اشي. قلوب حيوانات، قلوب بسس، قلوب بقر، اي اشي. طلعي حظك من اجمل الحظوظ بالعالم، قلوب. ايه قلوب قلوب، يا سلام. تعال شوف هذا القلب، هذا قلب زومبي، يعني عاد اكل الزومبي؟ نعم كل الزومبي، هذا اشي مسموح، لكن البشر هو الشيء الوحيد اللي انت ما بتقدر تاكله القلوب تبعته. اهلا وسهلا، انا هو الثلاث قلوب والرؤوس، انا بجيب قلوب البشر، اتمنوا فقط مين بدكو يموت ورح اجيب لكو قلبه حتى تاكلوا انتو الاثنين. اوه مومو رد عليه وخلينا نشوف ردك. هاي انا بطلت اكل البشر، انا فقط باكل البقر، باكل البسس، باكل خنازير حرام، باكل الشغلات الطيبة، مش نعم. باكل قلوب البشر. ممتاز هذا الكلام. انت
انت ليش انت زعلان مثل هيك وغاضب؟ لانه انا فقط بجيب قلوب البشر، زعلتوني كثير، شو اسوي بحالي الان؟ مين بده ياكلني يعني؟ هي انت شرير بتقتل البشر، احنا رح نقاتلك ورح نقتلك يا شرير. اي بدك تقاتلني؟ طيب ماشي، والله لكسر لك راسك واجيب قلبك الحديدي. انت تعال لهون. لا طلعي طلعي، عنده قدرات مش طبيعية. موت آي. موت يا مجنون موت، خلينا اكل هذا وهذا. شوف شوف هاي قلوب شغلات حلوة، سكاكرون كمان يعني، عشان ايش؟ مش لحمي حتى وانا ملبس هذول القلوب. طبعا كل ايش بدك اياه موجود هون يا مومو، قلوب جميع الحيوانات، الخراف، القطط، القطط لا ممنوع، الخراف، البقر والتيوس وكل اشي. بحب القطط، انا بحب الكلاب والقطط، بس ممنوع انك تاكلي منهم لانهم حرام. فقط الشغلات اللي بياكل خضار، زرافة عادي، كل شي عادي. خلاص طيب راح اكل قلوب التيوس، راح اكل قلوب لا البسس حرام، وراح اكل البقر والجواميس. مين كمان في يعني حيوان انت بتحبه؟ الفيلة. نعم عادي وكل شي عادي. وتعالي انا الان يا مومو راح اعرفك على زوجتي لما ترجع، ورح نكون صداقة مش طبيعية. يا سلام يا سلام. واو.